السلام عليكم، انا تلميذه نهيلة عاقل من الثانويه التاهيليه جابر بن حيان. اليوم في الصباح دوزنا امتحان الكونتابيليتي، احنا ناس د جيستيون كونطابل. صراحه كان تلمون فاسيل، ما توقعناش زعما يجيب هذه السهوله هذه، يعني جا ساهل صراحه. يعني لي بريباري واخا لي بريبارا في 3 شهور الاخريه غيجاوب، وصل الحراسه كانت ساهيه صراحه. يعني الحراسه كانت يعني في المستوى، يعني حرصونا عادي، ما كايناش الهضره، ما كاينش الهرج، وصافي هادشي اللي كانت من الله كان بينا نجيبو مزيان وشكرا. الرحمن الرحيم، السلام عليكم، انا تلميذ من مدرسه الحسن الثاني من تطوان. الحمد لله جوزنا داكشي مزيان الحمد لله، شويه امتحان طاح ساهل شويه، حراسه ما مزيره ما مرخوفه، تعاملوا معنا الاساتذه شويه، ما خلوناش ننقلوا طبعا، ولكن المهم داكشي ما مزير ما مرخوف والحمد لله. وتحيا فلسطين، وحنا ديما معاها وقلب ديالنا معاها. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبه للامتحان اللي دوزت اليوم صراحه كان مهم، ما بيش يعني ما بين وبين، ما بين صعيب وما بين سهل. يعني كنتمنى الله التوفيق، واخا ما كفاناش الوقت نكملوا كل شيء، لكن كنتمنى الله يسهل علينا وننجحوا صراحه. هادشي اللي كاين. الحراسه الصراحه كانت عاديه، يعني ما مشدده ما مرخوفه وصافي. بسبب الاضرابات نقصونا الدروس، يعني نقصونا الدروس. المهم صافي دوزنا مزيان الحمد لله، يعني كنتمنى الله اننا ننجحوا ويوفقنا في هذا الامتحان هذا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، انا تلميذه في الحسن الثاني. اليوم دوزنا امتحان فيزيك، صراحه طاح صعيب، صراحه طاح طويل، خصوصا حنا 4 شهور وحنا في الاضراب 3 شهور كاع. صراحه ما كانش خصنا عندنا هذا الشيء هذا، حيت بزاف